الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ذات مكانة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقوم الهيئة بتطوير حلول إلكترونية ومنصات ذكية تسهم في إسعاد المجتمع بطرق مبتكرة تسهل إمكانية الاستفادة من جميع خدماتها عبر منصات مختلفة باللغتين العربية والإنجليزية. يتيح التطبيق الذكي في إصداره الجديد طيفاً واسعاً من الخدمات التي تدعم جهودنا الرامية إلى تنمية الوعي الديني ونشر الثقافة الإسلامية وغرس قيم الاعتدال والتسامح والتكاتف في المجتمع. خدمة القرآن الكريم. من خلال خدمة القرآن الكريم يمكنكم تصفح وقراءة القرآن والاستماع إلى الآيات بأصوات نخبة من قراء العالم العربي، كما يمكنكم الاستفادة من مجموعة من التفاسير والقواميس والمعاجم وترجمة القرآن الكريم بعدة لغات، بالإضافة إلى إمكانية تعلم القرآن الكريم من خلال خاصية تكرار الآيات وحفظ القرآن من خلال جدول ينظم أوقات الحفظ مدعم بخاصية التنبيه. خدمات المساجد. احصل على خدمة التذكير بمواقيت الصلاة باستخدام خاصية التنبيه التلقائي، كما يمكنكم الاستفادة من خدمة أقرب مسجد والمساهمة ببناء مسجد. خطب الجمعة. يمكنكم الاطلاع على خطب الجمعة الأسبوعية وأرشيف الخطب باللغات العربية والإنجليزية والأردو، كما يمكنكم إبداء رأيكم حول آخر خطبة، ونرحب باقتراحاتكم وملاحظاتكم لإثراء خطب الجمعة القادمة. خدمات مراكز تحفيظ القرآن. تحقيقاً لهدفنا في تشجيع المجتمع على قراءة القرآن الكريم وحفظه، قمنا بإدراج قائمة بالمراكز والمعاهد الدينية المعنية بتحفيظ القرآن وإمكانية التقديم للالتحاق بأحدها عبر التطبيق. خدمات الوقف. إن كنتم ترغبون في مد يد المساعدة إلى المحتاجين ورد الجميل للمجتمع، يمكنكم التبرع عبر الرسائل القصيرة أو من خلال التبرع الذكي. وسيراً على خطى قيادتنا الرشيدة في ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي في المجالات كافة، تؤكد الهيئة استمرارها كأفضل مرجعية إسلامية عالمية وتنمية وقفية مستدامة بتقديم أحدث خدماتها المتاحة على جميع منصاتها الذكية والإلكترونية.